وسهلا فيكم في البث السادس. انتم معنا في استوديو ازرق واحمر. قبل ما نبلش بنحب نذكركم انا واثير غسلوا ايديكم منيح وخليكم في البيت. قبل ما نطرح موضوعنا بدنا نشكركم انتم المتابعين من كل البلدان على مشاركتكم للتذكير. اي موضوع بتحبوا نتطرق له ونحكي عنه بعثوا لنا بالخاص على صفحة البث. وموضوعنا اليوم كلنا سمعنا عنه بالفترة الاخيرة، تأثرنا مع الاشخاص اللي حكوا تجربتهم بالفيسبوك وشفنا كثير فيديوهات وفعاليات توعية بالمدرسة وفي محلات غير مدرسة. بس مع كل هذا الاشي لقينا انه لازم بهالفترة كمان نحكي عنه عن طريق استوديو ازرق واحمر واللي هو موضوع التنمر. اذا شو رأيك؟ شو بتعرف عن التنمر؟ التنمر موضوع جدا مهم. أمم التنمر هو بالأساس ظاهرة عدوانية ومش مرغوب فيها. هذا السلوك بيعني ممارسة العنف من قبل فرد أو مجموعة اتجاه فرد أو مجموعة من الأفراد. هاي الظاهرة بتنشر بشكل أكبر بين الطلاب في المدارس، وللأسف هاي الحالة بتتميز بالتكرار، يعني القيام بالعمل نفسه كل مرة اتجاه نفس الأشخاص في كل مرة. صح، بس ظاهرة التنمر مش موجودة بس بالمدارس، كمان ممكن تكون بين الكبار أو بالإنترنت أو صاير عنا بالحركة وإحنا مش عارفين. ولحتى نعرف أكثر حبينا نستضيف اليوم المرشدين مساء ويوسف من عشب قعاثة يحكوا لنا عن تجربتهم مع المسترشدين وكيف خضروا يقللوا من الظاهرة ويتعاملوا معها بشكل آخر. مساء يوسف، بس تبعثوا لنا طلب للانضمام معنا على البث. عم نستناك. Thank you.
مش معنى يوسف ومساء. طيب اعزائي المشاهدين طبعا اذا بتحبوا تحكوا لنا شو الاخبار عنكم وشو عم تعملوا في الفتره الاخيره. نتمنى نشوف التعليقات تبعتكم عنا. انا بقول لهم اشتقوا لنا يعني احنا كثير اشتقنا لكم. اشتقتوا لنا؟ ماذا بعد مرة مساء يوسف مع الطلب فيش كتير أسباب لا نسمع فيش سر كتير فيش ثواني مرحبا مساء يوسف يا هلا شو الأخبار كيف صحتكم إن شاء الله بخير هلا الحمد لله أول شيء بنحب نطلب منكم بالبداية مين أنتم شو بتعملوا في الحركة شو بنعمل بالحركة؟ يعني شو شغلتنا قصدك؟ شو بتعمل بالحركة شو الفعاليات كنا شوي الوقت الحيل عم نعمل فعاليات مع الولد من البيت يعني بنبعث لهم حساسير شغلات يعني فعاليات ربطات يعملوها هيك عم نخلي كاشر بين المدرخين والولد فعالية عن بعد وعم نحاول نخلي بيناتنا كاشر على طول محادثات زوم يعني عم نحاول قدر الامكان نضل على اتصال مع الحنيخين والمرشدين حلو يعطيك العافية حابين نسمع شوي عن تجربتكم شو بتحبوا تحكوا لنا؟ تجربتنا كان في عندنا طالب انه كان معه احتياجات خاصة وهيك كان قبل يتعرض للتنمر وما كانش عنده اصحاب فات معنا على النوعر فات كان هو يعني من جيل البوكرين فاتنا مع كفتسات البوكرين الكبار بعدين كله صار يحبه صاروا كلهم يتعاطوا معه وبلقاءات المرشدين تبعنا كمان صرنا نفاجئهم قد نحكي لهم يعني ونشدد قديش أهمية وجود معنا ناس اللي هن مميزين نحن بالنسبة لنا هون ناس وإنه شعارنا نحن بيتنا مفتوح لكل شابة وشاب يعني نحن بنتقبل كل الناس وكل كل الشباب اللي بيحبوا يدخلوا معنا بالحركة نحن على طول بنقول لهم أهلا وسهلا ببيتنا مفتوح ومنشان هيك كلهم استقبلوا وحبوا إنه يشارك معنا وصاروا ياخذوا معهم صار يطلع معهم كثير وهيك صار يعني يروح معهم لبرا يعني مش بس بالنوع يعني صار عنده المرشدين كمان صاروا اصحابه يعني صار يحكي معهم يطلع معهم يروح ويجي معهم هذا صار الحركة ها ما سمعتش بقول خارج اطار الحركة مش بس الحركة كمان مش بس بالحركة يعني صار عنده اصحاب يعني انه نهتم انه مش بس بالمركز برات المركز يعني يكون معه تقريبا كل الوقت كمان صار يروح معنا على فعاليات راح معنا على الرفسودية سيمينار هكشما رحلة الصحراء شارك معنا بمخيمات اثنين وصار كمان على طول يحب يجي يقعد معنا بالكين ويشوف كيف الفرق والمستشارين بيشتغلوا بالفعاليات تبعهم يقعد معهم كمان حبهم المستشارين كثير حبوه وصار يحبوا يجي يقعد معهم بلقاءاتهم يعمل معهم فعاليات واني بس كمان بوجود اني بظني بالمركز اغلب الوقت فحب انه طلب مني كمان انه حبينا مثل نبلش نعلمه هو ما كانش بيعرف القراءه والكتابه شنك اني اخذت على حيل المسؤوليه انه خليه يبلش يتعلم يقرا ويكتب باللغه العربيه وبلشنا المشروع تقريبا 4-5 اشهر كل سنة ممتاز بجنن شو احلى من هيك طبعا اذا احنا بنتعامل مع اللي عندهم احتياجات خاصه كانهم طبيعيين زينا ما في فرق بيننا وبينهم هي شغله جدا مهمه صح لازم ما نحسسهمش انه هني ناس غير بالعكس كل الاحترام لكم عن جد يعطيكم العافيه وشكرا كثير لكم يعطيك الله الله يعافيك باي مع السلامه باي, باي. Thank you.
اسمنا تجربة مساء يوسف. إجا داركو إستان مثل ما بتعرفوا، إحنا بالاستوديو بنحب كتير كتير الحزازية، فخزرتنا إسألكو بعد ما عرفتوا شو يعني التنمر، نشر أسماء المصابين بالفيروس الكورونا وصورهم في صفحات التواصل، هو 1 واجب من الحذر، 2 تنمر على المصابين ونشر الرعب، 3 لازم نتهم بنشر الأسماء. برجع بعيد السؤال، نشر أسماء المصابين بفيروس الكورونا وصورهم بصفحات التواصل هي 1 واجب من شان الحذر، 2 تنمر على المصابين ونشر الرعب، 3 لازم نتهم بنشر الأسماء. بدي أشوف تفاعل كثير 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 بالتعليقات. نشوف من جاوب الجواب الصح تربح معنا اليوم. من يربح معنا اليوم؟ اليوم كسر. تتفاعل معنا في التعليقات. نسرين بدر 4941. نسرين مبروك يا نسرين، بس اكتبينا من اي عش ومن اي بلد، مبروك وشكرا كثير لك على التفاعل. 4941 مبروك يا نسرين. شو صح؟ صح بالتنمر. من أي عش يا سيما؟ عش المغرب. مبروك يا نسرين. تنمر على المصابين بنشر الرعب، هذا هو الجواب الصح. مثل ما شفنا وكلنا نعرف أن وزارة الصحة بتنشر الطريق أو المسؤول تبع المصاب، يعني بكفي نعرف وين كان لحتى ناخذ الحذر، وفيش حاجة بنشر أسامي مثل ما بتقول المقولة. كل واحد منا بيستحق الحرية في متابعة نسخة الخاصة بالسعادة، ولا حدا بيستحق إنه يتعرض للتنمر. يزن، شو رأيك نطلب من المتابعين يكتبوا لنا اقتراحات لكيف ممكن نتعامل مع الظاهرة؟ وأكثر اقتراح بيكون قابل للتنفيذ إن نتبناه، غير إنه العش رح يربح جائزة، شاركونا بالتعليق. بجنن. بدنا نشوف كثير حماس. يلا عش شوف رسمي عشان يربح بالجائزة. أكيد راح نمرق على كل التعليقات اللي بتكتبوها. شاركونا في التعليقات. انتوا معنا في التعليقات؟ نعيد بس بعد مرة. نعيد بعد مرة. بدنا نطلب من المتابعين يكتبوا لنا اقتراحات كيف ممكن نتعامل مع هاي الظاهرة. ظاهرة التنمر طبعا. طبعا والاقتراحات اللي بتكون فعالة رح نستعملها في العشاش وننشرها. تشجيع المصابين، أخذ الاحتياطات، الاحتياط واجب، بإمكان تشجيع المصابين على الاهتمام بحالهم والالتزام في بيوتهم. حلو. أفكار موسعة. نكون معهم على تواصل دائما بالتلفون، نشجع فيهم. نهتم فيهم. نقول لهم احنا كمان عندنا نفس الاشي وكيف تعاملنا معه. بيكون حدا ايد بايد.
أكيد إحنا رح نمرق على كل التعليقات ورح نشوف مين هو الأكثر تعليق اللي إحنا نتناه أكثر اقتراح ورح يربح معنا الجائزة. إكيد بول. شكرا كثير كثير على الاقتراحات اللي شاركتوها معنا في التعليقات، واحنا اليوم في مساعدتكم مساعدة المرشدين حابين نوجه رسالة ثانية، نشجع اللي بحس عنده أعراض يعمل فحص ونتضامن مع المصابين، وأهم شيء طبعا نحاول ننشر الوعي ونخفف من عملية اللي بالعامية بنسميها الثرثرة أو كثر الحكي والقال قلنا والتشهير. المصاب بصورة سلبية بالنهاية كنا معرضين لهذا الفيروس، يعني ما في حدا أحسن من حدا، يعني كل الأجناس وكل الألوان وكل الديانات كلها نفس الشيء، وإذا بنعرفش كيف نتصرف مع بعض إخلاقيا ممكن نسبب لأنه المرض ينتشر بعد أسرع وأسرع بسبب الخوف من إنه نعمل فحص أو نعرف إنه إحنا مصاب. في مستر جديد قرريته اليوم معنا الباص يبعث لكم رسالة. معنا أول مستر جديد ملك من عش مسعدة. ملك إذا تسمحي ابعثي طلب الباص. ملك مسعدة نستناك يا ملك. مرحبا. مرحبا يا ملك، كيفك؟ الحمد لله منيحة. شو بتحبي تعرفينا عن نفسك وشو رسالتك لإلنا؟ أنا اسمي ملك بصحيش من عش مسعدي بصف الخامس من أحب أوجه رسالة، وهي عشان جدة وستنا لازم بس لحظة عشان جدنا وستنا لازم نفحص ونحميهم. الفحص مش عيب، الفحص هي مسؤولية. حلو كثير يا ملك، شكرا. شكرا لك، شكرا على تفاعلك معنا. باي. شكرا وإسا عنا لكم السيري جديدة لنشوف مين بده يربح معنا اليوم في هيك السيري. طبعا هي مش صعبة كثير، نشوف إذا بقدروا يربحونا فيها. حسب توقعات وزارة الصحة قديش نسبة الأشخاص اللي راح يصابوا بفيروس كورونا؟ حسب توقعات وزارة الصحة قديش الناس اللي راح يصابوا بفيروس كورونا؟ 1 بس المسنين، 2 من 60 ل 80%، 3 بس اللي بيطلع من البيت. تعال نشوف من الجواب الصح. 1 بس المسنين، 2 من 60 ل 80%، 3 بس اللي بيطلع من البيت. شاركونا وتعال نشوف من اليوم راح يربح معنا هاي الحصيرة. الجواب الصح هو من 60 ل 80%، هذا بيعني انه قسم كبير مننا راح يوصلوا الفيروس بس في وقت مختلف،
عشان هيك مهم ندعم بعض وما نطلع من البيت ونخفف عن المصاريف. وإسا رح ناخذ كمان مشاركة من رين من عش بيت جان. رين إذا بتسمح تبعث لنا طلب البث. مرحبا. اهلا رين. اهلا رين، كيفك؟ منيحة. وانتو؟ منيحة الحمد لله. عرفينا عن حالك وشو رسالتك لإلنا. انا رين اسعد من عشبة جان، حابة اقدم لكم رسالة صغيرة. هي خليك في البيت، لا تطلع كثير، ما في حدا طلع الا مرض بكير. كورونا يا خيي ما بتعرف كبير ولا صغير، ما بتفرق بين الغني عن الفقير. ومع ضد التنمر، وتذكروا قعدتنا في البيت جاي لتحمينا وتحمي اجدادنا اللي بفضل دعاء ان احنا عايشين. حلو كثير، روعة روعة يا رين، كل احترام. شكرا كثير لك عن مشاركتك. يعطيك العافية يا رين، ممتازة رائعة. باي 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 باي. إسا وقت آخر فزاني لليوم. أحد أسباب نسبة الانفصال بمجتمعنا قليل هو: واحد، ما فيش كورونا. اثنين، الخوف من المجتمع. ثلاثة، لأنه منعرفش مين عم بيتصنع. برجع بعيد السؤال: أحد أسباب إنه نسبة الانفصال بمجتمعنا قليل هو: واحد، ما فيش كورونا. اثنين، نخاف من المجتمع. ثلاثة، لأنه منعرفش مين عم بيتصنع. بدنا نلاقي الجواب في التعليقات، بيكون في كثير ايش عم بقول اثنين، ايش عم بقول ثلاثة. شو رأيك وشو الجواب الصح؟ طبعا الاجابات ممكن تكون صحيحة، بس للأسف الشديد الجواب الأكثر انتشار هو رقم اثنين، الخوف من المجتمع. يعني احنا خايفين من المجتمع لا يحكي علينا. طب شو احنا خايفين؟ احنا خايفين نعمل فحوصات؟ العيب نعمل فحص؟ اكيد العيب مش نعمل فحص. طب شو احنا بنستنى من المجتمع لا يحكي علينا ويحكمنا؟ نخاف انه نكون مصابين ويحكوا علينا ويتصرفوا علينا. للأسف نقطة صعبة. وحسة راح نستضيف آخر مشاركة. ياسمين مغربي، انت اللي بتحكي معنا بالسؤال. مبروك لك ياسمين مغربي. شكرا لك على المشاركة. بس اكتبي من وين يا ياسمين، من اي عشان انت ومن
أيضا. مبروك يا ياسمين. ننتقل للمشاركة، نستضيف آخر مشاركة لليوم معنا سيرين من يركا، من عش يركا يلي راح تحكي لنا الحل. سيرين ابعثي لنا الطلب لتكوني معنا في البث، عم نستناك يا سيرين. سيرين معنا في البث؟ مرحبا يا سيرين. سيرين اهلا اهلا، كيف حالك يا سيرين؟ نعم كيف حالك؟ منيحه منيحه، انتو كيفكم؟ منيح احنا منيح. ايه عرفينا شوي عن حالك واحكي لنا شو رسالتك. منيحه انتو كيفكم؟ منيح منيح. نعم عارفينا شوي عن حالك وتحكي لنا عن رسالتك بس. مرحبا أنا سيرين أبو جانب حنخافي كان ياركا. اليوم حابة أحكي لكم عن جملة عن اللي عم بصير في هاي الفترة. اليوم الجملة هي المرض مش عيب بس التنمر اللي عم نشوفه على الصفحات الإلكترونية هو العيب، الوعي مسؤوليتنا، خليك في البيت. حلو كثير، ممتاز يا سيرين، يعطيك ألف عافية، روعة، بتجنن. شكرا كثير إلك، باي. شكرا. باي باي سيرين، باي. اليوم يبعث الرسالة وإسا أنا وأثير إنه شاركت في حملة اللي عن طريقها تشجع الناس تطلع تعمل فحص لما تحس ولو إنه واحد من العوارض اللي هو ممكن يكون أو الطحة أو الحمل. وبدنا نطلب من كل المرشدين والمسترشدين إنه يتصوروا في بلوزة الحركة وحاملين ورقة مع هاشتاج فحص الكورونا بحمينا علشان ندعم المصابين ونقلل من الخوف والتوتر. أنا ويا زن رح نبلش أول إشي، وأهم إشي تنسوش تعملوا تيك لدروس نوال وتلتزموا بالتعليمات، خليكم بالبيت وغسلوا إيديكم منيح. شكرا لكم كثير، يوم الخميس بنشوفكم على الساعة 6، باي. يلا باي باي، خليكم معنا كل اثنين وخميس على الساعة 6، باي. يعطيك العافية جميع وشكرا عشانكم بتتابعونا كل اثنين وخميس.